بمناسبة النهائي وانه ده الهدف مش الحلم على حد وصفك، النهارده موسيماني وضع نادي سان داونز على قمة الأندية الأفريقية. النهارده في المباريات المهمة زي الأهلي والزمالك المرتقبة دي بيقعد يقول إيه؟ ما هيقعد يقول إيه للعيبة؟ إيه أهم التوجيهات النصايح اللي ممكن يوجهها للعيبة في المباريات دي والتعامل النفسي؟ أنت قلت إنه بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبة. خلينا نتفق، مباريات النهائيات بيبقى 80% مباراة لاعبين. اوكي، كوتش بيتسو هو بيعمل البالانس، او اي كوتش في الدنيا بيعمل البالانس بين النفسي وبين الفني، ده اللي يقدر بيشتغل عليه. طبعا في حاجات اكيد ما ينفعش تقال على الهوا، حاجات العامه اللي هو بيتكلم فيها ازاي يدي ثقه للاعيبته، ده كل مدير فني لازم يعمل كده. انا ندي ثقه للاعيبتي ان المباراه دي بتاعتي، وفي نفس الوقت ما نفرطش في الثقه، هي بالانس اللي لو نقدر، ما انت ممكن نزود لاعيبتي هتيجي تبقى في غرور نايمه نايمه مش هتلعب بالزبط. وممكن هنقلل من عزيمتهم، فهو بالانس، هو الحته دي بتاعته جدا حريف فيها. فلا ان شاء الله جزء كمان اللعيبه كمان جزء التحفيز، احنا بنتكلم كمان على جزء طبعًا. التحفيز في يعني في حد صغير قوي ما بين التحفيز والاوفر، انت عارف الاوفر موتيفيشن طبعا اوفر موتيفيشن بيقلب بالعكس، يعني بيوتر اللعيبه بيقلب بالعكس، وعدم يعني وعدم التحفيز برضو بيدي نوع من انواع الخمول بالظبط. فانت بتتكلم على البالانس اللي هو موتيفيشن عالي جدا، لكن في نفس الوقت مش يوصلك لدرجه التوتر اللي احنا بنشوفه او التوتر انك تنزل تبدا تبقى خايف غرور او توتر بالظبط. انت عايز تعمل المعادله الصعبه دي بين اللاعبين، المفروض اللعيبه بقى هي بتدي له ده صح مظبوط. انت مدى تلقي اللعيب لفكر المدرب، الفكر الفني اعتقد ان هم تلقوه، فاضل الجزء النفسي. الجزء النفسي بقى مترتب على الكابتن سيد، مترتب على الكابتن سامي، مترتب على الناس اللي بتتكلم عربي في الفرقه، مهم قوي كباتن الفرقه نفسهم، الناس دي عليها دور كبير جدا 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 في المباراه النهائيه. هو هيوصل، وصلوه يعني اللي يقولوا وصلوه حرفيا للعيبه، وصلوه زي ما بيقولوا، وصلوه زي ما دي نقطه مهمه. لان ساعات يا خالد برضو يعني انا اشتغلت مع مدربين اجانب، الترجمه نفسها ما بتبقاش على ما بتديش نفس الاحساس. يعني ممكن مستر موسيماني بيقول جمله، الطبيعي اللي يقول الجمله ديت لازم حد يكون فاهم كوره، فاهم كوره الله ينور ويعرف يترجم الكلمه بالظبط، يعني ترجمها لكوره. وعمر محب عنده دوت وعنده خبره في الجزئيه دي، لانه عاش مع فترات كتيره جدا مع مدربين اجانب، وعنده المفردات ديت زي ما بنقول المفردات اللي لما بتتقال بتوصل للعيبه بسرعه. ده بجانب طبعا اكيد شغل الكابتن سيد والناس القديمه في الفرقه، ده اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن هاني. احنا نوصل في مش لوغاريتمات، في تعابير كرويه، هو ده انا نوصلها للعيب. لعيبه الكوره، الكوره لغه واحده في العالم، لو بتتكلم هندي هي الكوره لغه واحده معروفه لغه الكوره ايه. احنا نتكلم بلغه الكوره، الراجل ده كروي، الراجل ده بتاع كوره، نوصل وجهه نظره للاعبين، اللعيبه تستوعب اللي هو بيقوله، اللعيبه تستوعب اللي هو بيقوله. اعتقد ده واصل 100% من اللي احنا شفناه الفترات في اللي فاتت. قصير. ايوه وقت قصير واصل كمان. ايوه بس يا استاذه دلوقتي احنا عندنا فاينل ان شاء الله طبعًا. اللي احنا عملناه كله كوم، والفاينل ده جهد، ده جهد عام طبعًا. اوكي انتوا مش بتحملوا مباراه ليكوا انتوا بس، انتوا بتحملوا مباراه للجمهور، للتاريخ للجمهور، تاريخ النادي الاهلي. غايبه بطوله عننا بقى لها فتره، ان شاء الله السنه دي، ان شاء الله السنه دي المنافس قوي اكيد، احنا كمان فرقه تقيله، احنا كمان فرقه قويه اكيد. اوكي لازم تبقى انت عارف انت نازل عايز ايه، عارف انت عايز تعمل ايه، انت فرقتك احنا عندنا ثقه فيكم. انا هم اكيد عندهم الاحساس بالمسؤوليه دي، عندنا ثقه فيكم. ما احنا ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم بقى في البالانس، احنا هنتكلم ازاي البالانس اللي هو مش غرور ومش خوف. يا كابتن خالد احنا عندنا كده بالبلدي، ده اللي احنا بنتكلم فيها الفنيه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيها الفنيه. احنا عندنا ثقه فيكم، خلوكم انتوا بقى اهل الثقه، احنا هنلعب هنلتزم تعليمات مدير فني، ما حد احنا ما بنتكلمش فن، تعليمات مدير فني مع كل المنظومه ان شاء الله. ان شاء الله كللوا جهد الناس اللي تعبت علشانكم، كللوا جهد الرساله دي للاعبين، كللوا جهد الجمهور اللي في ظهركم على الحلوه والمره معاكم يا رب ان شاء الله، كللوا جهدهم. ما تبخلش، النتيجه بتاعت ربنا.